مشاهدي الكرام، كنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سولو الناس. سؤال اليوم هو: واش الرجل المغربي يقبل يتزوج من مرأة أرملة؟ لمعرفة الجواب يلاه معايا نسولو الناس. أنا مع هاد الفكرة، سمعتيني؟ هما كاين المجتمع ماشي مع هاد الفكرة. ما عنديش شي مشكلة أنا. إلا خدام مرأة أرملة كيتسمى بحال ما مجوزش كاع. ما كاين عندي حتى شي مشكلة أختي، إلا كان بيناتنا تفاهم وكنا في العقلية مفاهمين، واخا تكون أرملة واخا تكون حتى كبيرة عليا في لاج، ماشي حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. تيبقى هذاك الشيء غير نظرة المجتمع لي، أما إلا كنتي أنت وياها مفاهمين ما كاين حتى شي مشكل. على حساب الوضعية ديال هذيك المرأة اللي غادي أنا نقبل نتزوج بها وتكون شريكة ديال حياتي، بالنسبة لي المشكل الوحيد غير ما يكونش مثلا عندها وليدات، نسمع تكون مجوجة وعندها وليدات، هذه ما نقدرش أنا نتحمل المسؤولية ديالهم، وتكون قريبة لي في السن ديالي أنا ولا صغار مني أنا. نقدر نتزوج بشي مرأة إلا كانت ميت لها الراجل وخلى لها أولاد باقيين صغار نتزوجها، ولكن الدار يقدروا ما يسامحوش. واش نقول لك، الشفاعات الصحابه والانبياء، كان انسان عادي في مثلا المراه لما تضع على الراجل في الغازه واش ولا شي حاجه، انسان كيقدر كيتطوع ما كيخليش المراه. بالنسبه للمجتمع ديالنا الانسان واخا تكون عنده الفكره ما يقدرش، حقاش ان اش نقول لك اختي، راه بان راه المجتمع ما كيرحمش. علاش تلقى مدوزه شي حوايج اخرين اللي ما تقدرش تقبلهم انت، ما يعطيكش خاطرك، من احسن تبدا مع المراه من الاول. بالنسبه لي انا كشاب مازال ما مزوجش، نقدر نتزوج بها في حاله الا كانت مازال باقا صغيره وما عندهاش الاولاد، مي الا كان العكس ما نقدرش. انسان يبغي يدير واحد الاجر وما كاين غير من بعد مبرد ثانيين، خدام راه بولادها خدام راه، ما يقدرش. اللي عنده واحد الايمان وعنده واحد راه يقدر يتطوع ماشي في سبيل الله. بهاد الآراء كنوصلوا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم سولوا الناس. نضربوا لكم موعد جديد غدا إن شاء الله مع موضوع جديد على قناتكم شوف تيفي. مع السلامة.